الحولي. قامت قوات النظام خلال الأيام القليلة الماضية بإحراق ما يقارب من 800 دنم من الأراضي الزراعية. طبعا هذه إحدى الأراضي المحروقة كما تشاهدون، هذه إحدى الأراضي المحروقة، حسبنا الله ونعم الوكيل. شاهدوا يا قنوات الإعلام الحر، شاهدوا مساحات ضخمة من الأراضي الزراعية قامت قوات النظام بإحراقها. الآن شاهدوا آلاف من الأراضي الزراعية الآن تحترق. شاهدوا كل هذه الأراضي الزراعية الآن تحترق من قبل قوات النظام. طبعا تعالوا سنقترب الآن لنريكم المزيد من الأراضي الزراعية التي قامت قوات النظام بإحراقها خلال الأيام القليلة الماضية. طبعا هذه إحدى الأراضي، هذه الأراضي كلها أراضي زراعية كانت مزروعة بالقمح والشعير، الآن هي هباء منثورا. شاهدوا